هذه هي قلعة موتريل المطلة على شواطئ المتوسط والحامية لظهر غرناطة. حين اشتد الخناق على المسلمين، خصوصا بعد التحالف بين قشتالة وأراغون، لم يجد المسلمون في غرناطة سوى اللجوء إلى هذه البلدة، ومن ثم الهروب نحو شمال إفريقيا. عائلات أندلسية ثرية جدا كانت تعيش هنا، وكان لها نفوذ كبير بأموالها وبشغلها في مراكز القضاء وفي الزراعة. لم تجد إلا أن تفر من هنا نحو شمال إفريقيا. تظهر من وراء قمم جبال سيرا نيفادا، ومن هنا البحر الأبيض المتوسط. هذه قلعة موتريل التي حكمها المسلمون لقرون، هي موقع دفاع استراتيجي ومهم لحماية البلدة وحماية غرناطة مركز المملكة. استعملها بنو الأحمر كسجن لأعدائهم فيما بعد في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، كما استعملها الإسبان لقمع التمرد الذي حصل وسمي بثورة الموريش أو ثورة المسلمين في إسبانيا في نهايات القرن السادس عشر. من هنا، من هذه الشواطئ، شواطئ موتريل، فر الآلاف من الأندلسيين الذين قمعوا سواء في غرناطة أو هنا في موتريل، فكانت هذه القلعة شاهدة على المعارك التي جرت وبين الشد والجذب الذي جرى في العصور الوسطى. أمام قمم سلسلة جبال سيرا نيفادا، هذا الموقع الاستراتيجي منح كل من يقف في هذه القلعة النفوذ والسيطرة. كما تلاحظون حتى داخل القلعة هناك حمام استعمله حكام بني الأحمر. هذا البرج يسمى برج الماء، حيث كان هناك ناعورة تجذب المياه من تحت من الوادي غوادالفيو وتوزعه على القصر. حكام الأندلس في العصور الوسطى كانوا مولعين بالماء.